طيب خلينا نشوف بعض لاعبي الاهلي ايش قالوا عن مباراه النصر. مباراه النصر الاخيره في الدوري كل شاف انه وليد كان متنرفز، ليش؟ والله ماني متنرفز ولا حاجه، هم شايفين كذا، انا ماني متنرفز، بس يمكن عشان الطرد وقالوا الناس كذا. بس تعرف يعني الحكم كان شويه بيوزع كروت، واداني كارت كارتين مع انه سويت فاولين، بس واداني كارتين ورا بعض وانطرت. واجهتوا النصر في الدوري، الان تواجهون النصر في كاس الابطال، ايش تقول عن المباراه هذه؟ والله انا اقول لك كاس لما لعبنا معاهم في الدوري حيفرق عن كاس الابطال، تعرف الفرق الثمانيه اللي بيسترقوا في كاس الابطال الكل يعني ينافس على البطوله هذه، هي بطوله غاليه طبعا. واحنا محققين النسختين اللي فاتت، ان شاء الله حنقدر نحقق النسخه الثالثه هذه. ويعني املنا الوحيد انه يشارك كاس اسيا تحقيق هذه البطوله، ولو جبناها ان شاء الله حنتاهل لكاس اسيا. اكيد المباراه يعني حتكون كبيره بين فريقين كبار، يعني بكل امانه كاس الملك على قولهم كاسنا، يعني كاسنا. ان شاء الله باذن الله يعني نحقق اول فوز يعني على نادي النصر. ونطمح ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نطلع بالكاس باذن الله. مواجهه ما هي بسهله. اكيد ما هي سهله والله، اكيد يعني بحكم انه النصر يعني اوضاعه يعني كويسه وعلى اخر شيء، ان شاء الله باذن الله يعني انه نحقق ثلاث نقاط اللي هي الاهم يعني في مباراه النصر، هذا اهم شيء ان شاء الله. طب هذول لاعبين الاهلي، خلينا نشوف لاعبين النصر ايش قالوا قبل المباراه. كابتن محمد سهلاوي، كابتن عبد عطيف، كاس الملك، مباراة الأهلي، الأهلي فريق كبير، فريق صعب، استعداداتكم هذه المباراة، توقعاتكم، إيش مجهزين؟ وش اسمه الحين؟ طبعا زي ما عارف هي مباراة ذهب وياب، طبعا الشوط الأول راح يكون في مكة المكرمة، يعني راح نحاول يعني ما نخسر المباراة، نحاول ندخل بأكثر من فرصة كتعادل أو فوز، فإن شاء الله نحاول نظهر بشكل كويس يليق فينا. حكم انه المباراه هذه ما هي بس كاس الملك، تحدد مصير تقريبا المتاهل لاسيا، فان شاء الله راح نقدم مستوى يليق فينا وشيء يسعد جمهورنا. يعني عبدو سجلت ضد الاهلي الهدف الثاني في كاس ولي العهد، كان هدف حاسم، كيف تشوف الاهلي؟ اول شيء الاهلي يمكن في المستويات الاخيره على المستوى الخارجي اكثر من ممتازه، يمكن عنده تذبذب في المسابقات الداخليه، ان شاء الله نستغل هالوضع. طبعا الان هو اتوقع انه تفرغ بشكل كبير، يعني الان لانه ضمن التاهل في كاس اسيا فعنده تركيز كبير الظاهر في كاس الملك. طبعا مباراه كاس العهد كانت تختلف، انها مباراه واحده يعني ما في تعويض، لكن هذه المباراه تختلف حساباتها. احنا طبعا اللي نفكر فيه طبعا لازم نلعبها بذكاء، نلعبها باسلوب انه كيف نتاهل، يعني ممكن حتى تعادلين ياهلك، ممكن فوز وتخسر ياهلك، بس كيف تلعب مباراة بذكاء وتحصل على الاهم هو التاهل. انا ابحث عنه كيف تتاهل، يعني هذا هو السؤال الاهم، انك كيف تتاهل دول الاربعه. نعم محمد عبد يقول كيف تتاهل؟ النصر لعب في كاس الملك وخرج كذا مره ضد الهلال مثلا بتعادلين، يعني انت المهم كيف تتاهل، كيف حساباتكم؟ طبعا زي ما انت عارف زي ما كابتن عبد قال يمكن تعادلين وتتاهل، احنا بقد ما نقدر يعني بنشوف الطريقة اللي تناسبنا ويخدمنا نوصل نتغلب على المباراة بشكل أسرع وأسهل لنا، حكم إنه المباراة الثانية تقريبا بعد ثلاثة أيام، فإحنا بنحاول من المباراة الأولى نقدر نحدد مصيرنا في البطولة، وإن شاء الله يكون الفوز وتأهل من نصيبنا. عبدو الأهلي يمتلك وسط من أميز وأقوى خطوط الوسط في الأندية السعودية، أنتم كفريق أو حتى أنت من اللاعب اللي يعني تحسب له حساب في الأهلي؟ طبعا ما اخفيك انا اللي يتكلم بس انه وسط الاهلي، لا انا اشوف حتى على مستوى هجوم عنده حلول، حتى على مستوى الدفاع صار في اكثر يعني تفوق صراحه من السابق في الدفاع الاهلاوي. انا اتوقع انه فريق ممتاز صراحه، شبه متكامل، ما هو بعيد عن فريقنا فريق النصر. طبعا الفريق كمجمل احنا ما نبحث عن الفريق لو اللاعب في الخصم، احنا نبحث كيف نكون احنا في يومنا، يعني الحمد لله في المباريات الاخيره بدا الفريق يعني يستعيد ويرجع لتوازنه، وهذا ان شاء الله اللي نتمناه ان شاء الله في المباراه او مباراتنا مع الاهلي مباراتين، ان نكون في يومنا ونكون في المستوى اللي يعني نتامل على مستوى بدني فني تكتيكي.
لياقي، فهذا هو الأهم. الفريق الهلاوي يضم عناصر كثيرة زي ما ضم النصر فريق عناصر كثيرة. الآن أتوقع حتى الفريق النصراوي مع رجعة المصابين أكتمل الخطوط بشكل كبير، وهذا اللي إن شاء الله راح يساعدنا أنه في المباريات أو وصولنا للحسم أو نهاية الموسم يكون الفريق في كامل الجاهزية يعني.